أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على آخر المستجدات والأحداث في المهرة شرق البلاد. جدد أبناء مديرية المسيلة في محافظة المهرة رفضهم استحداث القوات السعودية موقعا عسكريا جديدا في المديرية، وقال أهالي المديرية أنهم منعوا الضباط السعوديين من دخول الموقع المستحدث كونه يشكل مصدر إزعاج لحياتهم وإقلاق للسكينة العامة. وكانت القوات السعودية قد استحدثت عددا من النقاط والمواقع العسكرية في عدد من المديريات في ظل رفض شعبي لتلك الاستحداثات. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل أصبح التوسع السعودي في محافظة المهرة أمرا واقعا، وما هي أهدافه، وما هي الخيارات أمام أبناء المهرة، وهل لديهم القدرة والإمكانيات لمجابهة التوسع السعودي على ضفاف بحر العرب؟ قبل النقاش نشاهد التقرير. نصبوا أوتاد خيامهم، افترشوا الصحراء منزلا لهم، وقرروا العيش هنا حتى خروج القوات السعودية من محافظتهم التي لا يرى أبناء المهرة أي مبرر لتواجدها على أرضهم. في أمن واستقرار محافظة المهرة، لا عندنا لا قاعدة ولا عندنا حوثي ولا عندنا حرب، ولا نحن محتاجين هذه المعسكرات ونشوف هذه المعسكرات بتقلق السكينة العامة وبتسبب وبتكون يعني سلبيتها أكثر من إيجابيتها في المنطقة. الغضب المهري الذي تشكل هنا دفاعا عما أسماه أبناء المحافظة سيادة المهرة واستقلالها أتى نتيجة لاستحداث القوات العسكرية موقعا عسكريا لها في مديرية المسيلة. وفق مصادر محلية فإن أبناء المديرية رفضوا دخول الجنود السعوديين إلى الموقع المستحدث معبرين عن خيبة أملهم من تعامل السعودية. احنا كنا أول شيء نتوقع أن السعودية والتحالف داعم للشرعية، وتفاجأنا أن التحالف من السعودية بتزيح الشرعية، ولأن هذه المعسكرات نحن قد تكلمنا وقد تكلمنا في أكثر من مرة وقلنا التحالف العربي إذا بيدعم يدعم الأمن العام. كانت السعودية قد استحدثت ما يقارب 16 موقعا لها في أنحاء متفرقة من المديريات الساحلية لمحافظة المهرة، ويشعر سكان المحافظة أن التواجد العسكري الذي تم على أملاك خاصة بهم يقلق السكينة ويقيد حركتهم العامة، فضلا عن كونه يشكل خطرا على مصادر رزقهم الرئيسية مثل الرعي والصيد. يخرج يوم ثمين بالزام ولا أدري، وعندنا هنا النساء في تخوف اللي تروح مع المواشي، وهذه أغلبها هذه مراعي كلها وأرض خبط. الأربعاء الماضي كانت المهرة قد شهدت اجتماعا بين المجلس العام لأبناء المهرة والسلطة المحلية، تم الاتفاق فيه على إيقاف التوسع العسكري السعودي وتسليم المعسكرات المستحدثة للجهات الأمنية المحلية، لكن القوات السعودية هددت باستخدام العنف، مما جعل مراقبين يحذرون من تطور الأحداث باتجاه الصدام المسلح في ظل صمت الشرعية على ما يحدث. الأزمة بين السعودية وسكان المهرة بدأت مطلع العام الحالي مع انتشار قوات سعودية على امتداد الشريط الساحلي، في ظل أحاديث عن نية سعودية لبناء ميناء وأنبوب نفطيين في إطار طموحات لا علاقة لها بالسعادة الشرعية كما يقول أبناء المهرة. نبدأ النقاش مع ضيفنا من المهرة المتحدث باسم السلطة المحلية السيد بدر سالم. أهلا بك أخ بدر. مرحبا وسهلا. بداية لو تضعنا في تفاصيل ما يحدث في مديرية المسيلة في المهرة. حياكم الله بنات بلقيس، وما يحصل في محافظة المهرة هو شيء طبيعي. تم وضع تحديد نقاط ساحلية للحد من التهريب، وكانت تحديد النقاط في عهد المحافظ السابق نزلت لجنة سعودية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، وتم تحديد مع المحافظ السابق محمد عبد الله كده، وتم تحديد نقاط ساحلية 26 نقطة على الشريط الساحلي للمهرة، ومن ثم أتت القوات السعودية وعززت هذه النقاط المعسكرات والمعدات ومونتها، ومن ثم أتى خفر السواحل اليمني وتم تسليم له هذه النقاط، وهو الذي سيدير هذه النقاط خفر السواحل اليمني. وأيضا هناك تجنيد 600 شخص
من ابناء محافظه المهره لست مديريات ساحليه لاداره هذه النقاط في المستقبل بعد ان يتم تاهيلهم طريقه المطلوب. طيب استاذ بدر، يدور السؤال لدى ابناء محافظه المهره عن اهميه التواجد العناصر السعودية في محافظة المهرة. المهرة لا تشهد أي حرب مع ميليشيا الحوثي، ما علاقة التواجد السعودي اليوم باستعادة الشرعية؟ المهرة هي محافظة حدودية مع دول الخليج ومع وأيضا البحر العربي، شريط ساحلي طويل، ويستخدم الانقلابيون كل الوسائل للتهريب، حتى عدن لم تسلم، البحر الاحمر عدن لم تسلم وهي العاصمه المقدسه، لم تسلم من التهريب الاسلحه للحوثي، فما بالك بشواطئ المهره. السلطات في المهره والقوات الامنيه لا تمتلك امكانيات حتى يتم السيطره على هذا الشريط الساحلي الطويل، ولكن بعد مجيء الحالف انخفض التهريب بشكل كبير بنسبة 85% مقارنة بالسابق. طيب سأعود لك أستاذ بدر، نشرك معنا بالنقاش أيضا من المهرة الناشط السياسي عبد الله كرامة. أهلا بك أستاذ عبد الله، أيضا نود أن نستمع لروايتكم حول ما يحدث في المهرة وفي المسيلة بالتحديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في المهرة يعني الحمد لله قلنا مرارا وتكرارا وكررنا وقلنا نحن في المهرة أمن واستقرار، المهرة مترابطة بقيم الإنسانية والأخوة وبعيدة عن الحروب من 67 لين يومنا هذا، ولم تكن المهرة مشاركة في صنع الحروب في اليمن، ولم نعتاد على أن نكون ساحة للحرب، ولكن في هذه الأشهر والأيام الأخيرة تفاجأنا بكثافة المعسكرات التابعة للقوات السعودية وبشكل كبير، ولم نعرف الهدف والغرض من هذه المعسكرات، خاصة وأن المعسكرات تم استحداثها بدون التنسيق مع الحكومة الشرعية ولا مع الأمن العام التابع للمحافظة. ونحن لسنا في حائل هذه المعسكرات لأننا بلد أمن واستقرار ولا عندنا حروب، وإذا تحالف والتحالف العربي وبالخاصة السعودية إذا تبغى تدعم المهرة المفروض الدعم يخص الأمن العام، في عندنا الشرطة، في عندنا الأمن العام اللي يدعموا الأمن العام، والأمن العام في عمليات مشتركة في المحافظة يتم الدعم ويتأذى الأمن في المحافظة وبعدين يتوزع على المديريات ويكون الأمن الدعم خاص على الأمن العام. نحن تفاجأنا بهذه المعسكرات اللي هي يعني 9 كيلو فيها 5 معسكرات، يعني كل 3 كيلو معسكر. طيب وش المضرر وش الهدف من هذه المعسكرات؟ طيب استمعت الى حديث طيب امن واستقرار، طيب يعني والناس وعندنا ناس سياديين في البحر يعني رزقهم البحر طردوهم، يعني قال لهم لا حد يتقارب من هذه المواضع، يعني بتصير مواضع محظوره، يعني نحن والله صدق استغربنا وتفاجئنا لاننا بلد امن بلد مستقر، نحن في حايل الماء والكهرباء، في حايل التعليم، في حايل الصحه، في حايل للبنيه التحتيه والدرجات. نحن ما استغربنا في هذه المعسكرات، ما درينا هذه المعسكرات يعني حمايه للشعب لليمن ولا حمايه للانبوب السعودي اللي بينزلوا في البحر العربي. طيب ساعود معك للحديث عن هذه النقاط التي اثرتها، لكن دعنا نتناقش نقطه نقطه. السيد بدر سالم المتحدث باسم السلطه المحليه في المهره يقول ان الهدف من تواجد هذه القوات السعوديه لمنع تهريب الاسلحه من سواحل المهره، يتحدث عن شريط ساحلي طويل وان الامن العام لا توجد لديه الامكانيات والقدره للقيام بهذه المهمه، لذلك تم الاستعانه بالقوات السعوديه وبتنسيق مع الحكومه الشرعيه والسلطه المحليه، هكذا يقول السيد بدر سالم. لا نحن سمعني نحن عندنا نزلت هذه المعسكرات تفاجئنا فيها وبلغنا السلطه المحليه عندنا والامن العام، قلنا يا اخوان هذه المعسكرات كيف تم، يعني نحن ما عندنا علم فيها، نحن كمواطنين ما عندنا قالوا هذه المعسكرات جايه من السعوديه ومن القياده السعوديه في المطار في الغيضه، ولم يخبرونا باي شيء ولم يدخلوا على اي شيء يعني تم استحداث هذه المعسكرات تحت
بامر القياده السعوديه وبغير تنسيق مع السلطه المحليه. عندنا بالاخص في مدينه المسيره السلطه لم تعرف ولا بخبر عن هذه الامار يعني بالكنتيرات يعني بالسيارات اللي تحمل الكنتيرات والمعسكرات هذه. والله بعدين امن عام يقدر. نحن التهريب عندنا هذه كلام فاضي. ما عندنا تهريب. عندنا تهريب يمكن بشيء بسيط. والامن العام زين يدعمه الامن العام ويدعمه خبر السلاح. نحن حتى ليش محتاجين دعم الامن العام وليش؟ هو تحدث عن دعم ربما تأهيل سفية عسر. طيب أنقل النقطة إلى السيد بدر سالم المتحدث باسم السلطة المحلية. أستاذ بدر، تحدثت أو استمعت إلى رد الأخ عبد الله كرام الناشط السياسي من المهرة، يقول أنه لا يوجد تنسيق، يؤكد عدم وجود تنسيق مع السلطة المحلية والحكومة الشرعية من قبل القوات السعودية، وأن وجودها الآن هو أمر واقع مفروض على الجانب اليمني. وأيضا عندما نقلت إليه نقطة أن هذه القوات متواجدة لمنع التهريب، يقول لماذا لا تدعم قوات الأمن العام داخل محافظة المهرة، وأن المحافظة هي اليوم بحاجة أكثر لدعم في المجال البنية التحتية، ليست بحاجة لأن تؤهل وتهيئ ربما لجولة صراع قادمة، المهرة بعيدة عنها. يقول هكذا عبد الله كرامة. آخر الأيام هذه كثروا الناشطين السياسيين وكثرة القنوات التي تتحدث عن المهرة وكثرة التجارير عن المهرة، ولا ندري ما هي الأسباب وما هي الهدف العام للوصول إلى هذا. نحن عندنا في السلطة المحلية كل ما يحصل في محافظة المهرة هو منسق عبر السلطة المحلية برئاسة الشيخ راجح سعيد بكريت محافظة المهرة، وأيضا حاليا في قيادة المحافظة الأمين العام موجود والوكلاء والمجالس المحلية موجودة. المهرة ما يحصل في الإعلام والاشتعال المواقع التواصل الإعلام، لكن في الأرض المهرة هادئة ولا يحصل شيء من هذا القبيل. طيب تتحدث عن هدوء تشهده المهرة، لكن ماذا عن المظاهرات والاعتصامات الموجودة داخل محافظة لأبناء المهرة؟ كيف ستتعاطوا مع هذه الاعتصامات والمطالب؟ أنا بأكد هنا أن أي جماعات أو مشايخ أو منظمات أو سواء كانت أي من هذه الأصوات تعارض أي تحركات أمنية للحد من التهريب فهي نتائجها لصالح المهربين. المهربين يمتلكون الكثير من الأموال. المهربين اشتغلوا أكثر من 40 سنة في هذه المحافظة، يمتلكون أموال وموازنات غير عادية، وبإمكانهم يزعزعوا أي أمن يقطع لهم رزقهم. فمحافظة المهرة بأمنها بشيوخها بشبابها بدعمها من الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي من المملكة العربية السعودية لتأمين المهرة للحد من التهريب لقطع أي تهريب على الحوثي. طيب لماذا لا يقوم بهذه المهمة؟ طيب هو يسألك يطرح لك سؤال عبد الله كرامة، لماذا لا يقوم بهذه المهمة الأمن العام في المحافظة؟ لماذا لا يدعم الأمن العام ويقوم بهذه المهمة لمنع التهريب؟ خفر السواحل في اليمن في النظام اليمني، خفر الأماكن الساحلية هي مهمة خفر السواحل. والآن المملكة العربية السعودية أتت مساند فقط، لكن الذي استلم هذه المعسكرات هم خفر السواحل اليمني وجنود يمنيون. نعم في البداية كانوا هذول الأفراد من محافظات أخرى من أديان من عدن من أخواننا في لاحج في حضرموت، لأن أبناء المهرة ليسوا مؤهلين حتى الآن لإدارة قفر السواحل، ولكن تم وضع لهم تم تحديدهم 600 شخص يتم تجنيدهم وتدريبهم لقيادة الزوارق لقفر السواحل للتدرب عبر عن الإدارات الأجهزة الإدارات لكي يتمكنوا يكونوا مؤهلين إدارة جهاز قفر السواحل. جهاز خفر السواحل هذا يخضع لجهه مستقله، مصلحه مستقله تحت اشراف وزاره الداخليه، وايضا تحت اشراف السلطه المحليه في محافظه المهره ومدير الامن في محافظه المهره. طيب ابقى معنا استاذ بدر، نعود للاخ عبد الله كرامه. هي بنت هذه المراكز وسلمتها لخفر السواحل. طيب أعود للناشط السياسي عبد الله كرامه. أخ عبد الله، كنت بدأت بالحديث عن ربما أهداف تواجد القوات السعودية اليوم في محافظة المهرة، تحدثت ربما عن محاولة لإنشاء أنبوب نفط وأنه هذه الأهداف ربما لا علاقة لأبناء المهرة بها.
هنا أيضا السؤال عن أهداف هذه التحركات من الجانب السعودي وأيضا عن خيارات أبناء محافظة المهرة للتعاطي مع هذه المستجدات. ما عندي شيء صوت. تفضل. الو اسمعك. تفضل. الو اسمعك انت على الهواء. انا اول شيء انا استغرب في هذا التسويق الاعلامي اللي يتهم ان المهره يعني سواحل المهره مفتوحه بشكل كبير للتهريب، وهذا انا اعتبره ان هذا التسويق اعلامي، والمهره مو ذاك يعني من ناحيه التهريب ما هي بذيك الكميات الكبيره، يمكن التهريب ما بنقول ما في تهريب، بس التهريب يعني هايات مو كثير، والامن العام يقدر يسيطر على هذا التهريب. لو تم دعم الامن العام في قسم الشرطه على خطوط الزاويه وخطوط السواحل، والله العظيم من ناحيه التهريب ما في تهريب عندنا تهريب بشيء بسيط. اما من ناحيه التواجد السعودي والتنسيق، نحن عندما يوم القوات السعوديه في المطار دخلوا المطار بالاول، نحن عرضنا قلنا نحن عندنا الشرعيه موجوده والحكومه موجوده، ونحن ما عندنا بلد حرب ولا عندنا صراعات، ونحن نخضع للشرعيه. دول المهارات المحافظه تخضع للقياده الشرعيه، وفي عندنا محافظ وعندنا سلطه محليه وفي عندنا امن عام، ما محتاجين السواج السعودي. ودخلوا والسواج السعودي دخلوا المطار بالقوه وتحت تهديد الاباسي. كان محمد عبد الله سجل في الرياض وتواصل قال يعني مثلا اذا تفتحوا بوابه المطار للسعوديين بلكم، واذا ما تفتحوا سوف يتم التعامل معكم بالطيران. يعني هذه نحن ما نعتبر هذا تنفيذ، هذا نعتبر امر قوه، نعتبر ان السعوديه فرض امرها بامر بوضع القوه. طيب ما اهدافها من هذا التواجد؟ ما هي الاهداف لهذا التواجد؟ سمعني بدر شجاعك يقول ان السعوديه ما سمعت صوت. طيب تفضل. وقت سمعني انا اقول بدر عندما يقول يتم التنسيق مع السلطه، نحن تواصلنا مع السلطه المحليه من اول يوم عندما شفنا التواجد السعودي خاصه عندنا في مدينه المفيده. قلنا يا مدير العام، انا نفسي سالت المدير العام قلت يا تفضل يعني المدير، هل هذه الناس تواصلوا مع السلطه؟ قال ما عندي خبر فيهم ولا درايه. هذا ناس يوم تلقائيا من نفسهم. السلطه لم يكون عندها امر ولا عندها امر مسبق ابد. ولم يتم التنسيق مع السلطه، لا مع السلطه ولا مع المواطنين في المنطقه. طيب اذا لا يوجد تنسيق كما تقول انت بحسب روايتك، ما اهداف هذا التواجد السعودي؟ يعني لماذا هذا الاصرار على هذا التواجد في هذا الوقت رغم رفض الاهالي؟ انا بقول الو اسمعك. انا اقول اهدافه حمايه الانبوب وليس الا، ما عندنا حرب ولا عندنا مشاكل ولا عندنا قاعده ولا عندنا شيء، وامننا مستقر ولسنا في حاجه لهذه الكرب بالهايه من القوه والمعسكرات. طيب سيد بدر سالم، اذا بحسب كلام الاخ عبد الله الهدف اليوم من هذا التواجد وهذا الاصرار من الجانب السعودي على التواجد بالقوه كما يتحدث هو عن انه فرض التواجد السعودي والتهديد بهدف حمايه الانبوب النفط الذي تعمل السعوديه الان على انشائه على سواحل المهره، ما ردكم في السلطه المحليه على ذلك؟ اخي الحديث كثير عن الانبوب في الاعلام ونسمع حديث عن الانبوب، ولكن نعرف الكل يعرف ولا نتحاول نتغابى ونتجاهل ان المملكه العربيه لم تاتي مفروضه علينا، المملكه العربيه اتت بطلب الشرعيه وبطلب من رئيس الجمهوريه، وايضا تمت عن طرف جامعه الدول العربيه ومن ضمن الامم المتحده. لم تاتي المملكه العربيه مجبورة في المهر، يعني مجبورة على الشعب المهري. وأيضا نحن في السلطة نحن من أبناء محافظة المهرة ولسنا من خارج المهرة ولسنا سعوديين حتى نتكلم. نحن من المفروض أن نشكر المملكة العربية التي تدعم بالشهر الواحد في المهرة الديزل بمليار ريال يمني. الكهرباء موجودة في المهرة 24 ساعة وبدعم من المملكة العربية السعودية. أيضا تم بناء كثير من المشاريع، مشروع في المياه وايضا مشروع في
قصير الكلى، كلها بدعم من المملكة العربية السعودية. من المفروض وأن يكون رد أبناء محافظة المارة هو الشكر، والسلطة المحلية هي من تعبر عن أبناء محافظة المارة. طيب ألن جزء من أبناء محافظة المهرة يرفض هذا التواجد في السلطة المحلية؟ كيف ستتعاطون مع هذه المطالب وحالة الرفض؟ أنا سأتحدث عن أنبوب، وأعرف الدستور اليمني ونعرف الأنظمة كلها. أي استثمار كبير على أماكن سيادية في الدولة يجب أن يكون بتشريع من المجلس، من مجلس النواب. حتى الآن لم يجتمع مجلس النواب لمصادقة على أي من الاتفاقيات. إذا تم الاتفاقية على أي مشاريع استثمارية في المارة فنحن نرحب بها، أن تكون أفقية اتفاقية من رئاسة الجمهورية ومن ثم مجلس النواب ومن ثم السلطات المحلية في محافظة المارة. نحن نرحب بكل المستثمرين في محافظة المارة، إن كانت دولة إن كانت تاجر، نرحب بكبر. إذا كان لها أنبوب في المارة فأنا مرحب فيها، إذا كان لها مصالح لأبناء المارة فأنا مرحب طيب فيها. طيب أعود طيب 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 أعود للأخ عبد الله كرامة. طيب طيب ابقى معنا السيد بدر سالم، نعود. طيب سأعود لك. طيب هذا الكلام، أنت انكرت الآن الحديث عن وجود أنبوب وقلت رحب إذا كان موجود مستقبلا. سيد عبد الله، ربما استمعت إلى رد الأخ بدر سالم عن أنه ما تتحدث به عن مخاوف، وأن ربما أهداف السعودية تتركز فقط في حماية الأنبوب، أنه حديث فقط في الإعلام ووسائل التواصل لا وجود له على أرض الواقع. ردك على هذه النقطة، وأيضا عن خيارات المعتصمين اليوم الرافضين للتواجد السعودي في ظل ترحيب السلطة المحلية بتواجد السعودي. الأخ بدر سالم يقول أنت قلت ربما أن التواجد السعودي الآن في المهرة بهدف حماية أنبوب النفط الذي تعمل السعودية اليوم على إنشاء على سواحل المهرة، هو يقول أن هذا الحديث غير صحيح، وهذا الحديث فقط موجود في وسائل الإعلام. ما ردك؟ وأيضا النقطة الثانية، ما هي خيارات المعتصمين الرافضين اليوم للتواجد السعودي في المهرة في ظل الموقف المرحب بهذا التواجد من قبل السلطة المحلية، بناء على ما جعل لسان المتحدث باسم السلطة المحلية في المحافظة بدر سالم؟ طيب أنا بقول مثلا التواجد السعودي إذا كان ما هو لحماية الأنبوب زي لحماية إيش؟ نحن عندنا أمل واستقرار وما هو محتاجين أي قوات خارجية. نحن محتاجين دعم الأمن العام، ولا محتاجين دعم لهذه المعسكرات، محتاجين دعم للبنية التحتية. البترول عندنا في محطة المهرة 390 أغلى محافظات اليمن بارتفاع، عندنا البنية التحتية مترقية الأسوأ. شيخ يعني إذا كانت السعودية ما عندها يعني هذا ما هو نحن أول نستغرب ليش هذا السوايس؟ يا أخي ما عندنا حرف. هذه المعسكرات الأولى لا تكون في سعدة وتكون في الحديدة، لأن يمكن ما تخرب عندهم. أما نحن عندنا استقرار، عندنا عمل. طيب بالنسبة لكم، طيب وعندنا مشاكل. طيب ننتقل. هذه النقطة واضحة أخ عبد الله. لو تقيم لنا موقف الحكومة والسلطة الشرعية من هذا الملف، من موضوع التواجد السعودي، وأيضا تجيبنا عن سؤال خيارات المعتصمين اليوم والذين بدأوا ربما بالاعتصام في جزء من المهر، ربما في مديرية المسيلة. يعني مؤتمرة بقرار قوات التحالف وبالخط السعودية، ويمكن أن السلطة ما تعارض أي أمر للدولية السعودية، وبالتحالف فيه. ولكن نحن كمواطنين في الأرض نرى أن هذه المعسكرات وهذا التواجد يثير السكينة العامة ويقلق المواطنين، ولسنا في حايلة. نحن كررنا وعدنا قلنا محتاجين دعم البنية التحتية، ما عندنا حرب، محتاجين دعم الأمن العام. إذا كانوا يتكلموا على التهريب، التهريب ما يعني تروي أكثر من الواجب، ما في عندنا تهريب، عندنا نفيد قليلة والأمن العام يقدر يسيطر عليها لو حصل دعم. وحتى في ظل هذا الدعم الضعيف اللي يحصلها الأمن يتواجده يعني طيب أشكرك جزيلا الناشط السياسي عبد الله كرامة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من المهرة. سؤال أخير للأخ بدر سالم المتحدث باسم السلطة المحلية، تتحدث عن أهمية هذا التواجد ربما لمنع التهريب، هل هناك عمليات تهريب تم ضبطها من قبل هذه القوات سواء القوات السعودية أو القوات، ولماذا لا تظهر لوسائل الإعلام؟ يتحدث الأخ عبد الله عن أهمية دعم
البنية التحتية للمحافظة، ما الذي قدمته السعودية لمحافظة المهرة بالأرقام إذا كان هناك دعم قدم؟ ما الدعم الذي قدم في التنمية، وهناك كان على مرحلتين، المرحلة الأولى هي بناء مبنى غسيل الكلى، وأيضا خط أنبوب، إضافة خط أنبوب مياه مع 7 أبار مع خزانات، الخط 16 هنج. ايضا كثير كان الدعم المعلن هو 670 مليون دولار. المرحله الاولى هي ب 133 مليون دولار. الان ننتظر المرحله الثانيه، وهي ستكون دعم للثروه الصنفيه، دعم للصيادين، ايضا للزراعه، دعم للمزارعين، وايضا لمياه الريف اللي هي حفر الابار في الشريط الساحلي و الزراعة البعيدة من المدن. وإن شاء الله ننتظر المزيد من الدعم، هذا في مجال التنمية. أيضا لما تتحدث أن المهرة، البعض يكثر الحديث عن المهرة أن فيها تهريب، وأن المهرة محافظة حدودية وشريط ساحلي طويل، وتم في السابق قبض كثير من عمليات التهريب. اما بعد وضع 26 نقطة على الشريط الساحلي، فكما تحدثت في السابق 85% من التهريبات تم القضاء عليها، لان المهربين يعملون في منظمات عالمية ولن يجازفوا باموالهم للقبض، لتكون مصيرها للقبض. هم يملكون استخبارات اكثر مننا، ويملكون امكانيات اكثر مننا، ولن يهربوا ويودوا. طيب اخ بدر سالم، سؤال اخير، كان هناك اتفاق ربما على ازاله هذه الاستحداثات من قبل الجانب السعودي، ومن ثم تم اعاده العمل بها ونزول نقاط امنيه باشراف سعودي، لماذا تم الالتفاف على الاتفاق الذي تم مع اشياء شخصيات ووجهات داخل محافظه المهره؟ لماذا تم نقض هذا الاتفاق؟ ما في نقض لاي اتفاق، ولا يقدر احد ان يثبت ان في نقض لاي اتفاق. وما تم الاتفاق عليه هو بين السلطه وبين المعتصمين قبل شهرين، قبل 60 يوم، وبالامس يوم الاربعاء تم عدد اجتماع بين السلطه والمعتصمين، وايضا المجلس العام الذي كان هو وسيط. الان البعض يخلط بين المجلس العام وبين المعتصمين. المجلس العام هو مظله للجميع، وهو وسيط في في ما حصل من التباسات بين المعتصمين وبين السلطه. تم الجلوس ومناقشة كل النقاط، كل نقطة على حدة، وتبين أن جميع النقاط المهمة تم تنفيذها، وما تبقى هي نقاط بسيطة تم تشكيل لها لجنة، عضو من السلطة وعضو من المجلس العام وعضو من المعتصمين. يعني السلطة سميت مندوبها، والمجلس العام يتسمى مندوبها، وحتى الان ننتظر من المعتصمين ان يسموا مندوبهم لكي يستمر العمل لاكمال النقاط المتبقيه. شكرا جزيلا لك بدر سالم المتحدث. اما الحديث ان الاجتماع لازاله نقاط وضعت على الشريط الساحلي، فهذا لم يكن عد الاجتماع على هذا بالاساس، ولكن الاعلام يحاول تشويه عقد الاجتماع. يعرف الجميع ويعرف كل اعضاء المعتصمين الذين حضروا قياداتهم، ويعرف قيادات المجلس العام وايضا السلطه لماذا تم عقد الاجتماع. كان البعض يدعي بان هناك نقاط لم تنفذ. جلسنا على النقاط وتم توضيح كل نقطه على حده. ما تبقى هي نقاط بسيطه ليس لها دخل في امور امنيه بالخالص. طيب شكرا جزيلا، اشكرك جزيلا، انتهى وقت هذه الحلقه، اعتذر منك. بدر سالم المتحدث باسم السلطة المحلية في المهرة، وأيضا الشكر موصول للأخ عبدالله كرم الناشط السياسي كان معنا أيضا من المهرة. في ختام هذه الحلقة، تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة هذا المساء زميل مهرة ونشوف.